تعاقب. أباون ما بيقماش. تفضل تفضل. يعني كنت أول أجمع شوية، هسه لا سلامتك. أباون ما بيقماش يا جدعان. تفضل. سمنة مازولة تنزل على طول وين؟ في الطنجرة. وأي طنجرة هاي؟ هاي طنجرة سافلون تيتانيوم من عابدين. بنزل بجزر، وين بنزل؟ بالجزرات. بجزرات. أرز أوزبكي. أوزبكي نعم. باللحم. نعم 100%. لحماتنا باللحم. لحماتنا وين صاروا؟ على الجنب. طيب الآن راح تحمرهن؟ كونه أبو طه خبير بالدهان. احكي لي. رايح أنت بولي هون. سويت تبولي اللي بخلط فيها. يلا. أيوه. عندي هون زيت نباتي، بودرة الزعفران، ملح، شوية ثوم باودر، وشوية فلفل أسود. وين فرشاتك؟ هات هسه بشوفها. عيدك اليمين. قلنا الشمال. عيدك اليمين يا أبو طه. قلنا الشمال. أيوة. قلنا عيدي الشمال يا أبو عون. إيدي بوكلش فيها هاي هالشمال. أيوة. أيوة. هات يا أبو طه شوي نشوف أنا وياك. اخلطهم منيح يا أبو طه. اخلط 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 أبو طه. يا عيني عليك يا عيني يا عيني. هيك؟ أوكي. يلا أبو طه قول بسم الله. بلش. بنضيف الرز مباشرة وين؟ هلا والله. رز طبعا اليوم بستخدم رز أبو كاس، ناقعه ومزبطه ومهندسه. وهالرز صرتوا تعرفوه من خلال حلقات مطبخ رؤية مع نبيل. طبعا أرز أبو كاس كمان قديم يا أبو عون، يعني من عاش في الخليج يعرف أرز أبو كاس جيدا، ويعرف أرز أبو بن جيدا، ويعرف مازولة جيدا. والله والله. طيب أضفنا هون ملح وفلفل، بنضيف شوية هيل، وبنضيف بهار مشكل. يا سلام يا سلام. وبنضيف كمان شوية حمص، بنضيف مرق اللحم بعد صفايته. 2 3 هيك الدهان عجبك؟ اوه. 4 لا اموره تمام. شو رايك؟ ابو سمر شو رايك؟ اموره تمام التمام. ولا بدك هاي كمان؟ بدك هاي؟ لا ابو طه خلص؟ خلص ممكن انا ادهنها على الفاصل يعني ممكن. طيب اذا رح ادهنها على الفاصل هيا يعني ممكن، احتمال كبير يا ابو طه. يعني شيء يعني مثلا يعني قال لبساته قال يعني غير شكل يعني. هاي رز هاي رزياتنا. يا سلام يا سلام يا سلام. رز اوزبكي على اصوله. بس الفرق انه انا بدي احمر اللحم، هو بنطبخ مع اللحم ابو طه. اوكي. بنطبخ مع اللحم الرز، بس احنا لانه تلفزيونيا بدنا نطلع اللحمات برا. وهذا بحق لنا اصل انه اللحم مع الرز. بس عشان التلفزيون نحط اللحمات برا. نعم تفهم علي؟ طبعا فاهم علي. الحمد لله. طبعا الحمد لله. طبعا امورنا طيبه. بدنا 3 كيلو لحم خروف، بدنا 5 اكواب رز ابو كاس، كوبين جزر مقطع جوليان، كوب حمص مسلوق، نصف كوب سمنه مازولا، 8 كوب مرق سلق اللحمة، نصف كوب زبيب، ملعقة كبيرة بهارات مشكلة، وملعقة صغيرة هال زائد ملح وفلفل.